بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اللاعب يزن العرب، لاعب نادي الوحدات الأردني. بحب أمسي على الشعب المصري وعلى جميع متابعين قناة الأهلي وعلى متابعين هذا البرنامج. طبعا إحنا كلاعبين كرة قدم بنعرف الحالة النفسية اللي ممكن يمر فيها اللاعب في حال تعرض لإصابة أو مرض معين، وقررنا إحنا نحتفل بطريقة الكابتن مؤمن زكريا، ولو كانت يعني لفتة بسيطة ودعم معنوي إلنا في مشواره في العلاج مع هذا المرض. نتمنى له الشفاء العاجل، وإن شاء الله يا رب إنه بيرجع للملاعب بإذن الله تعالى. وشكرا لكم، وألف مبروك لجمهور الأهلي الحصول على بطولة الدوري المصري. حاجة تفرح جدا وحاجة مشرفة جدا نشوف زي ما قلنا لاعب لا هو قابل مؤمن زكريا قبل كده ولا لعبوا مع بعض ولا أي حاجة، ولما تيجي من لاعب غير مصري ونشوفه هو بيدعم مؤمن زكريا بالشكل ده ويعرف الناس أكتر بظروف مؤمن زكريا والناس كلها تتضامن، هو ده فعلا الروح الرياضية.